مشاهدينا للمزيد من التحليل والمتابعة حول الأوضاع في قطاع غزة ينضم إلينا عبر الهاتف السيد صلاح مغاوري نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. سيد صلاح، رحب بك على شاشة القناة الأولى المصرية. يعني لا زالت الاتصالات اللقاءات التي يتلقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي ويعقدها بشكل متواصل بشكل مكثف للتوصل للتهدئة في قطاع غزة، ستكلل بعقد مؤتمر دولي السبت المقبل بدعوة رئاسية. كيف تقرأ المشهد؟ كيف تقرأ جهود القيادة السياسية المصرية في هذا الشأن؟ هو طبعا القيادة المصرية دائما وأبدا ما تبذل جهودها لتهدئة الأوضاع في الأراضي المحتلة منذ بدأت هذه الحملة الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة. والرئيس عبد الفتاح السيسي لا يألو جهدا في بذل الكثير من الجهد من أجل عدم تصعيد الأمور وحتى لا تتفاقم الأوضاع أكثر من ذلك. أيضا الرئيس أجرى العديد من الاتصالات، كما تلقى الكثير من الاتصالات من عدد من قادة العالم وعرض عليهم الموقف المصري. الرئيس شرح وجهة النظر المصرية التي تتمحور حول ضرورة إيجاد حل جذري للأزمة الفلسطينية الإسرائيلية. الرئيس رأى أن حل هذه الأزمة يتبلور في ضرورة حل الدولتين باعتباره هو الحل الأمثل لحل هذه القضية حلا جذريا. الإدارة المصرية منذ بدأت هذه الأزمة وهي مستمرة في اتصالاتها وعقد الكثير من اللقاءات مع العديد من الأطراف الدولية والمحلية والإقليمية المؤثرة حتى لا تتصاعد وتتفاقم الأمور أكثر من ذلك، لأنه إذا ما تصاعدت الأمور لن يعني يقتصر الأمر فقط على التوتر الحادث الآن بين إسرائيل والقطاع غزة، لكن قد تمتد آثاره إلى دول أخرى وإلى مناطق أخرى، وهو قد يحدث بعده ما لا يحمد عقباه. فالقيادة المصرية دائما ما تبادر إلى أخذ زمام المبادرة بما لديها من علاقات واتصالات بالكثير من الأطراف حتى لا تتصاعد الأمور أكثر من ذلك. وجدنا يعني رسائل غاية في القوة في لقاء فخامة الرئيس بالأمس مع أنتوني بلينكين. أستاذ صلاح، يعني الأجهزة الأمنية، لو تحدثنا يعني على الصعيد الداخلي، الأجهزة الأمنية أو التنفيذية مستنفرة بشكل كامل للتعامل مع تداعيات الأزمة في القطاع. هناك حركة يعني حثيثة على معبر رفح لاستقبال المساعدات وأيضا استعداد كامل من قبل وزارة الصحة كما تابعنا الأخبار، يعني للتعامل مع هذه التداعيات، كيف ترى ذلك؟ هو طبعا باللقاء الذي يعني حدث بالأمس بين وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان الرئيس واضحا للغاية بأن الأمن المصري، الأمن القومي المصري هو خط أحمر. صحيح. لن تسمح الإدارة المصرية والقيادة المصرية بأي تجاوز للأمن القومي المصري، وهو بالفعل خط أحمر للقيادة المصرية. أعتقد أن الرسالة كانت واضحة لوزير الخارجية الأمريكية، إلى جانب أنه الرئيس عبر عن مطالب مصر وسياسة مصر تجاه هذه الأزمة حتى لا تتفاقم الأمور أكثر من ذلك. الرئيس رأى أن الإجراءات الإسرائيلية فاقت الوصف وأن التجاوز في استخدام القوة يعني أصبح الآن يدار منه المدنيين. الرئيس أيضا عبر عن سياسة مصر التي تدعو إلى حفظ أمن المدنيين من الجانبين، وأن مصر دائما ما تنادي بعدم تصعيد الأمور أكثر من ذلك. الرسالة كانت واضحة وكانت قوية للغاية. القيادة المصرية أيضا وجهت بضرورة توجه المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة. طالبت مصر بضرورة فتح معبر رفح من الاتجاه الفلسطيني لدخول المساعدات الإغاثية في المقام الأول، وحتى يسمح للأجانب حاملي جوازات سفر الأجنبية بالدخول عبر هذا المنفذ والسفر إلى بلدانهم. أيضا القيادة المصرية عبرت عن يعني وجهة النظر المصرية بضرورة منع هذا الأمر والعمل على حلول جذرية للصراع العربي الإسرائيلي والالتزام بحل الدولتين باعتباره هو الركيزة الأساسية لحل جوهر الصراع العربي الإسرائيلي. نعم، أستاذ صلاح، يعني على المستوى الشعبي هناك زخم، هناك حملات كبيرة منذ بداية الأزمة، لا زالت هذه الحملات متواصلة. نتحدث هنا مثلا عن الحملات الجارية للتبرع بالدم لصالح أشقائنا في فلسطين، كيف ترى هذا الدعم الشعبي المصري للقضية الفلسطينية؟
هو طبعا الشعب المصري عندما يعني يكون هناك حاجة لتقديم الدعم للأشقاء في أي قطر عربي يسارع على الفور، ورأينا حجم المساندة الشعبية والإقبال الشعبي للتبرع بالدم للأشقاء في قطاع غزة. أعتقد أنه منذ يوم الجمعة وحتى الآن كل المصريين يعني استنفروا حتى يتبرعوا بالدماء لأشقائهم الفلسطينيين. أيضا التحالف الوطني للعمل الأهلي سارع بتقديم المعونات والشاحنات التي توجهت إلى رفح الآن محملة بآلاف الأطنان من العتاد الغذائي والطبي وغيره من المستلزمات التي يحتاج إليها أهل قطاع غزة. فأعتقد أن الجهد المصري في هذا المجال يعني لا يمكن أن يتخلى الشعب المصري عن مساندة أي شقيق يطلب منه الدعم حتى دون أن يطلب الأشقاء في فلسطين. سارع الشعب المصري لتقديم كل ما بيده سواء من الإسهام بالدم أو الإسهام بتقديم المعونات الغذائية والغاثية وحتى بالمال. فأعتقد أنه ليس غريبا على الشعب المصري هذه المبادرات الإنسانية، ومصر دائما ما تقف إلى جوار شقيقتها العربيات عندما يحتاجون إلى دعمها وإلى تقديم يد العون والإغاثة في مثل هذه الظروف الصعبة. نشكرك شكرا جزيلا سيد صلاح مغاوري نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، كنت معنا عبر الهاتف، أشكرك شكرا جزيلا.